كيف يتحقق لزوم أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب يتحقق بالاعتقاد، ثم بالمودة الحب، ثم بالطاعة. يعني اعتقاد وحب وطاعة. اعتقاد وحب عادة موجودين هول عند كثير من الناس، لكن الطاعة فيها مشكلة. الطاعة فيها مشكلة. أنا الصادق عليه السلام بيتكلم عن بعض الناس في عصره، بيقول كثير عزة أصدق في حبه لعزة. كثير عزة شاعر، هذا كان بيحب وحدة اسمها عزة، مثل ما من قال جميل بثينة لأنه جميل كان بيحب وحدة بثينة، قيس ليلى لأنه قيس كان بيحب ليلى. كثير عزة كان بيحب عزة، فبيقول الإمام الصادق كثير عزة أصدق في حبه لها من حب هؤلاء لنا. بعدين بيقول الإمام إنه ما معناه لو كانوا يحبون لأطاعونا، إن المحب استشهد بيتين الشعر، إن المحب لمن أحب مطيعوا. فإذا الطاعة تكشف الحب. لما واحد بيتعلق قلبه بشخص بمقدار حب الأم لولدها تطيعها، بحيث تحرص أن لا ترد له طلبا إلا إذا اضطرت، بس عادة لا ترد له طلبا. الشخص يعشق يحرص أن لا يرد طلبا، وهكذا الحب فينا نكتشف حقيقته، أنه حب حقيقي والله شكلي، من خلال الطاعة. ما المراد بطاعة أهل البيت؟ الالتزام بالحكم الشرعي، الرسالة العملية، تطبيق الرسالة العملية. يعني المقياس بصير واضح، إذا وحدنا بده يعرف قديش ناقص حبه لأهل البيت يشوف قديش المعاصي اللي بيوقع فيها هو، بيغتاب عطول. إذا بهذا المقدار من الذنوب الكبيرة حبه لأهل البيت ناقص، وهو مفارق لأهل البيت بهذا المقدار. لأن شروط اللزوم لأهل البيت من لزمنا لزمناه الاعتقاد والحب والطاعة. طيب الطاعة كيف تتحقق؟ الطاعة تتحقق بطاعتهم في العقيدة والفقه والأخلاق.